بيقول البابا فرانسيس إن بشرى الإنجيل تكمن في إظهار كيف أن الله على الرغم من غطرسة الحكام وعنفهم يجد دائما طريقة لإتمام تدبيره الخلاصي. بالرغم من كل شيء منشوفه من ظلم من غطرسة وقهر، بيبقى الله هو سيد التاريخ، بيبقى الله هو الإله الحق وإله التاريخ، ويلي قلو الكلمة الأخيرة بمصير هيدا العالم الرازغ تحت سلطة اليأس. بالنهاية حتى لو بيّن إنه الشر كبير، لكن يلي بيريده الله بده يتحقق بالرغم من كل تدابير البشر والحكام مهما ظنوا إنهم مقتدرين. بالنتيجة اليوم وبعد هالكلمات المعزية من البابا فرانسيس، الروح القدس يلي هو معزي شعب الرب بيدعينا كلنا للثقة بالله الآب إله يسوع المسيح وإلهنا، ويمنحنا النور حتى نسلموا ذاتنا، لأنه مثل ما بيقول الكتاب المقدس عند السيد الرب للموت مخارج. الله معكم.